نعود إلى المغرب، حيث توج ياسين التهامي من النادي الملكي للغولف بأكادير، توج بلقب بطولة أومينيوم 7 الذي اختتمت منافسته أمس الأحد بمسالي غولف أملكيس بمراكش بعد 3 أيام من التنافس. وجاء تتويج التهامي بعد أن أنهى المنافسات بفارق كبير في الصدارة وبعشر ضربات تحت المعدل، متقدما على كريم الهالي لاعب النادي الملكي دار السلام بالرباط الذي سجل 5 ضربات تحت الفار، ثم سفيان دحمان صاحب المركز الثالث ب3 ضربات تحت المعدل، فيما جاء 5 لاعبين مناصفة في المركز الرابع. هذا هو اللقب الثالث على التوالي للتهامي في محطة أومينيوم بعد تتويجه بأومينيوم 5 بإفران ثم أومينيوم 6 بتغزوت. يذكر أن هذه المحطة كانت 7 والأخيرة في جولة منافسات أومينيوم التي انطلقت هذا الموسم، وشهدت في جولة أملكيس إدراج اللاعبين الفتيان في المنافسة. Déjà, bon, pour Ifren, c'était, j'étais vraiment pas très confiant pour le tournoi. Je suis venu en mode se faire plaisir ou faire le maximum, toujours faire le maximum. Alhamdoulilah, strat. J'ai joué un très bon golf, ça s'est très bien passé. Et j'ai pris confiance au Chouya Bchouya avec l'Omnium Del Terrazout. Ça s'est très bien passé, Tawa ou Aoutenyena. Alhamdoulilah, on a à peu près 7 ou 8 joueurs qui sont toujours, on peut les remarquer dans les premières places. En plus, c'est que l'Omnium 7 ou l'Omnium 6, on l'a ouvert aux juniors. هذا باش نعرفوا حتى هاد لي جونيور اشنا هو المستوى ديالهم. هو طبعا عندنا دي جونيور اللي كيلعبوا بحال اوغو تروميتير، ولكن عندنا دي جونيور اللي جاوا من اكادير ولاحظوا بان الصعوبه تاعت مباراه المحترفين ماشي هي تاعت الهوات وماشي هي المباراه تاعت يوم الاحد. وحنا كنعملوا جميع المجهودات حسب المسطره او حسب التنظيم او حسب يعني تهيئ الملعب حتى يكونوا في وضع المحترفين، حتى تكون عندهم يعني نظرة كاملة في للعب المحترفين ولملعب المحترفين.